صنعاء القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ياسر اليماني. سيد اليماني، لماذا لم يوقع الرئيس على المبادرة طالما هو موافق عليها؟ يا سيدتي العزيزة، لعلنا سمعنا لشاهد يعتبر من قيادات أحزاب اللقاء المشترك وهو الأستاذ يحيى أبو أصبع، والذي أكد لكم في طي تقريركم أن فخامة الأخ الرئيس سيوقع على المبادرة كرئيسا للجمهورية وكرئيسا للحزب الحاكم. ماذا بعد كل هذا التأكيد بألسنة أحزاب اللقاء المشترك؟ الأخ الرئيس يا سيدتي ونحن في الحزب الحاكم ما زلنا متمسكين بمبادرة أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن مع التوقيع على هذه المبادرة. ولكن للأسف الشديد بعد كل هذه التنازلات التي قدمها فخامة الأخ الرئيس، إلا أنه للأسف أحزاب اللقاء المشترك تصر على وجود عناصر ليس لها أي صفة حزبية للتوقيع على هذه المبادرة، وإلا لماذا يضعون العقدة في المنشار إذا أرادوا أن يخرجوا البلد من هذه الأزمة؟ وبعد كل التنازلات التي قدمها فخامة الأخ الرئيس، لماذا يصروا بوجود عناصر ليس لها أي دخل وليس قيادات في أحزاب اللقاء المشترك وليس أمناء عموم وليس يعني كل هذه الأحزاب تبحث عن أعذار للتهرب عن التوقيع لهذه المبادرة؟ وإلا لماذا لا يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية طالما أن يريدوا أن يصلوا إلى الحكم ويريدوا أن يحكموا اليمن؟ إذا يا سيدتي أحزاب اللقاء المشترك تتنصل عن هذه المبادرة بحجة أعذار واهية للتهرب لعدم التوقيع على هذه المبادرة. طيب سيد اليماني، هم يتنصلون ويتهربون كما تقول، أنتم كونوا أشجع منهم ووقعوا على المبادرة. نوقع مع من؟ نوقع مع من لا يستطيعون أن يعني يرفعوا الاعتصامات، نوقع مع أشخاص لا يستطيعوا أن ينهوا التوترات الأمنية والسياسية في البلد. نحن عندما سنذهب للتوقيع يا سيدتي العزيزة، نحن سنذهب للتوقيع مع أحزاب قادرة أن تنهي الأزمة اليمنية، لا أن تجد لنا أزمة جديدة. نحن طيب سنذهب النتيجة نفسها يا سيد اليماني، إن كنتم لم توقعوا وإن وقعتم ولم ينفذوا هم، إذا أيضا النتيجة نفسها، وقعوا وقولوا أنكم كنتم أشجع. يا سيدتي العزيزة، كل أبناء اليمن يدركون ماذا قدم الأخ الرئيس علي عبد الله صالح من تنازلات، والأخ الرئيس ليس بحاجة لضمانات كما أشاروا بعض أحزاب اللقاء المشترك. الأخ الرئيس علي عبد الله صالح يا سيدتي لم يرتكب جرائم حرب في حق المناضلين الشرفاء، ولم يتحدث عن التوقيع. تحدث عن التوقيع، لنبقى في المبادرة والتوقيع عليه. التوقيع يا سيدتي العزيزة، نحن مع التوقيع وما زلنا متمسكين بالتوقيع. طيب وقعوها. ما زلتم مع التوقيع ولم توقعوا، كيف يعني يمكن أن نفهم هذا التناقض؟ نوقع مع من؟ أنتم تطلبون، الأخوان في أحزاب اللقاء المشترك تطلب أن رئيس الجمهورية ورئيس الدولة أن يوقع، ومع كل ذلك قبل رئيس الجمهورية. وانتم في المشترك لا تريدون ان تبعدون اشخاص ليس لهم اي صله في العمل السياسي وتطلبون رئيس الجمهوريه يوقعه، ومع كل ذلك قبل الاخر الرئيس وتنازل وقبل التوقيع. وانتم كاحزاب ما زلتم في الشارع لا تريدوا ان تتحملوا مسؤوليتكم ازاء هذه الازمه، وتاتوا معنا للتوقيع كمسؤولين عن هذه الاحزاب، كمسؤولين عن الازمه اليمنيه التي وجدت اليوم في اليمن. هم اليوم المسؤولين وهم من يحرضون على الفوضى وعلى قطع الطرقات. الاخ الرئيس قبل بكل التنازلات وهو مع التوقيع، وليس كما يروج البعض وضعاف النفوس ان الاخ الرئيس لن يوقع. الاخ الرئيس مع الخلاص للازمه اليمنيه في البلد. يا سيدتي لو قدر الله حصل شيء في هذا البلد لن نكون حالنا كحال ليبيا. لو قدر الله كما تريد بعض القوى المريضه والحاقده على اليمن، تاكدوا وثقوا ان اليمن لم تكن اي حرف. سيد يماني، اسم يعني من هم في الشارع يسمون انفسهم ثوره شباب السلميه وهم مصرون على ذلك، يعني عن اي حرب تتحدث؟ الان اصلا اليمن غير مرتاح، هناك انقسام كبير وهناك مشكله في البلد، يعني اصلا المشكله قائمه. الان ماذا في جعبتكم انتم طالما زياني غادر والمبادره في نسختها الخامسه لم توقع؟ ماذا لديكم؟ ماذا في جعبتكم؟ نحن في جعبتنا كحزب حاكم وكرئيس لدولة الدولة اليمنية الذي ينطلق من المسؤولية التاريخية على بلده، نحن نثق بأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي أنهم سيمارسون الضغط على هذه الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها وأن تأتي معنا للتوقيع وأن تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ بنود المبادرة، لا أن تأتي بعناصر ليس لها أي صلة للتوقيع. نحن نريد من سيوقع معنا يتحمل مسؤوليته الميدانية. أما الشباب الذي تحدثت عنهم يا سيدتي، نحن مع أبنائنا الشباب المستقلين الموجودين في الساحات، وليس مع الشباب الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب ويلعبوا أدوار سياسية. نحن لا نريد من سيذهب معنا
يعمل على تمثيل إذا كنتم مع هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب يريدون تنحي الرئيس صالح فورا. شباب المشترك وليس الشباب المستغلين. شكرا جزيلا لك صنعاء القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ياسر اليماني، شكرا جزيلا. 18.